نلتقي بالدكتور جمعة زوي من داخل مستشفى الجابية، رئيس قسم أقسام الجراحة بالمستشفى. تفضل. مشكورا. نحكي لنا عن وضع الكادر الطبي والحالات اللي جنا في الأيام اللي فاتت. بالنسبة للحالات طبعا اللي جنا في الفترة السابقة، طبعا حالات كل الجن المعظم من بدأت فيه من البريقة ثم راس العنوف ثم بالجواد. فالحالات اكثر الحالات طبعا الاصابات كانت اصابات طبعا بليغه باسلحه طبعا فتاكه، جروح يعني بليغه كانت في الصدر وفي الراس، في الراس وفي البطن في الاطراف. فيعني تم اسعاف الحالات هذه وتم اجراء عمليات جراحيه ناجحه، والحمد لله بالنسبه للجرحى تم طبعا تعافيهم، وبعض منهم تم نقلهم الى البنغازي طبعا السعة الاستيعابية طبعا يعني تكون أكثر، ونحن طبعا مستعدين لأي طارئ إن شاء الله. شنو وضع الكادر الطبي في مصر؟ بالنسبة للوضع الكادر الطبي يعني تقدر تقول يعني وضع يعني كويس، يعني وضع مستقر. يعني عندنا يعني كوادر طبية من جميع المدن الشرقية اللي هي يعني تبدأ من طبرق، من درنا، من بيضة، من مرج، من بنغازي، يعني المدن والمناطق القريبة من أجداد هذه كلهم الحقيقة تنادوا وجو يعني بدون أي استدعاءات. وهم طبعا يعملوا كفي على هيئة فرق، سواء كان مثلا عدة جراحات، خاصة جراحة العظام، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الصدر، جراحة العامة، وكلهم الحمد لله قائمين بدورهم. هل وصل المستشفى عدد من الشهداء؟ والله يصلنا طبعا يصلنا من الجانبين عشان نكون واضحين، يعني يعني يصل بعض الحالات اللي من جهه الثوار، ويصل حتى من الجهه الاخرى، يعني بعض الحالات اللي عالجناها يعني كانوا من تورغه وكانوا واحدين منهم من اوباري وتم معالجتهم واجراء عمليات لهم جراحيه، يعني كانت جراحه اعتبرها اصابتهم بليغه وتم نقلهم الى بنغازي. يعني في كلتا الحالتين يعني نعالجوا في الاثنين. عندك اعداد للجرحى مثلا بين اليوم؟ والله بالنسبه للجرحى من يوم السته، تقدر تقول يوم السته ثلاثة إلى حد الآن حوالي 85 جريح، وحوالي 25% منهم طبعا جرحى يعني كان جروح بليغة، وعدد طبعا عدد الاستشهاد اللي هم حوالي 45 بالنسبة للشهداء. يعني من يوم 6 لعند اليوم؟ من يوم 6 بالضبط، من يوم 6 ستة 3 إلى حد تاريخنا اليوم اللي هو اليوم 12. معدات الأدوية والله بالنسبة للمعدات والحمد لله يعني تم طبعا هو كمستشفى مجهز حتى من قبل الأحداث هذه، يعني وجد طبعا هو مستشفى تعليمي تم تجهيز يعني كامل من ناحية الجراحات، من ناحية التصوير عندنا المقطعية، عندنا الأجهزة اللي هي يعني أجهزة التصوير بصفة عامة، سواء كانت التصوير الإشعاعي والتصوير التصوير بالجهاز الموجات الصوتيه. وبالنسبه للعمليات طبعا يعني عندنا حوالي 5 صالات عمليات يشتغلن يعني بطاقتنا كلها، يعني وممكن يعني اجراء 5 عمليات في وقت واحد. يعني وقت واحد دكتور عندك كلمه اخيره مثلا توجهها؟ والله نتمنى لليبيا طبعا لنا كلها، سواء طبعا اللي قدامنا ولا اللي ورانا، نتمنى انه يكونوا مثلا في النهاية طبعا كلنا نسعى لهذه البلاد لبناء هذه البلاد، ما فيش واحد يعني مفروض يتكابر على الآخر. نتمنى أن تكون ليبيا كيف أي دولة من الدول اللي مجاورة لنا أو البعيدة علينا، تكون راقية من ناحية علمية، من ناحية تنظيمية، من ناحية تشريعية، دستور. وطبعا هذا هو المطلوب، لا مطلوب أكثر من الموضوع ليس الانتقام، الموضوع مش انتقام، ولكن الموضوع تغيير للأحسن، تغيير جذري للاحسن عشان نكون واضح. مثلا يعني في خلال ممكن تعاملك مع الاصابات والمصابين، هل لقيت ان عندهم انتماءات طائفيه؟ والله لا توجد تناظر، انا اللي شايفها كلمتين يقول فيها العاصمه طرابلس وليبيا الكل. لا توجد، لا لم نتحدث لا على قبيله ولا على طائفه ولا على شيعه ولا على اي منظمه ارهابيه ولا على اي تنظيم سياسي. الهدف واحد هو التغيير، هدف واحد التغيير، يعني سواء كانوا الجرحى او الناس اللي هم صاحب الليل كلهم يعني الحقيقه كلهم يعني عندهم انتماء واحد لهذا الوطن،
ونصرة هذا الوطن والتغيير. التغيير حادث في كل العالم، يعني ممكن نحن ثالث دولة بادية يعني في التغيير، لكن إن شاء الله هيكون التغيير في العالم العربي كله. بارك الله فيك دكتور، شكرا على الكلمة الطيبة. شكرا.